مع حضراتكم مرة تانية مشاهدينا ومكملين معاكم فقراتنا النهاردة في نهارك سعيد، وعن الصحافة والصحفيين ونقابة الصحفيين وتشكيل المجلس الأعلى للصحافة. كان أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور من فترة قرار بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة، وراحت لي أو قالت إليه كل المهام اللي كان بيقوم بيها مجلس الشورى الخاصة بالصحافة، زي اختيار رؤساء التحرير مثلا، فيما يخص الصحف القومية، كل ما يتعلق بالصحافة. أعتقد أنه في الفترة اللي فاتت أو في عصر الرئيس السابق محمد مرسي احنا كنا شفنا طبعا اللي كان بيحصل من اختراقات للمؤسسات الصحفية، من اختيارات لرؤساء تحرير الصحف، وكان الصحفيين الحقيقة غير راضيين بالمرة عن هذا الاختيار. هنتكلم أكتر عن نقابة الصحفيين وعن مشاكل الصحافة في مصر مع الكاتب الصحفي الأستاذ حسام فاروق بمؤسسة دار التحرير. أستاذ حسام صباح الخير. صباح الخير يا فندم، أهلا بحضرتك معانا. وأولا حضرتك كصحفي هل راضي عن يبقى في ان المجلس الاعلى للصحافه يكون هو اللي مسؤول؟ اعتقد ان دي حاجه يعني من ايجابيات الوقت اللي احنا عايشين فيه. هو بدايه المجلس الاعلى للصحافه في تشكيله الجديد الى حد كبير جدا يعني بيبعث بالطمانينه لينا للجماعه الصحفيه، لان التشكيل كاملا مش هقدر اقول حتى المعظم، لا الكل، من اساتذتنا وزملائنا وأصدقائنا وحتى الناس اللي خارج الجماعة الصحفية زي القانونيين والأكاديميين، يعني ناس شخصيات مشهود ليها بالحيادية وبالنزاهة ولا تبتغي إلا المصلحة العامة. فأنا شايف إن العبء كبير جدا عليه لإصلاح ما أفسده عصر الإخوان أو عصر الجماعة، خاصة في مجلس الشورى. فنتمنى يعني حتى لرئيس المجلس، طبعا أنت عارفة أن بعد التشكيل اتعمل جلسة إجرائية تم فيها اختيار رئيس المجلس على الصحافة أستاذنا النقيب الأسبق الأستاذ جلال عارف، يعني أنا شايفه كمان مش بس صحفي مثال وقدوة للجماعة الصحفية، هو كمان مناضل، يعني هو شخص مناضل بألمه وبفكره، والوكيلين الحقيقة أنا يعني كلنا أو معظمنا متفائل جدا بالتشكيل، بس لسه بقى المهام اللي هنقوم بيها علشان نصحح الأوضاع اللي كانت خطأ. كتبت مقال بعنوان حتى لا تتكرر المأساة. تمام. كنت تقصد ايه يعني بهذا العنوان؟ يعني وكان جوه المقال بقى كنت بتكلم عن انه مأساة، لان المقاسي كتير كانت الفتره اللي فاتت. بص يا استاذه، الحقيقه اللي حصل في مجلس الشورى فيما يخص الصحافه والصحف خاصه الصحف القوميه، يعني كلمه مأساة بالنسبه للتوصيف هي رقيقه جدا. انا شايفها كلمه مأساة دي كلمه ممكن احنا نتقبلها، ولكن كون مثلا يبقى رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة في مجلس الشورى مهندس زراعي لا يفقه شيئا عن فتحي شهاب، أتحدث ذلك السجين حاليا، لا يفقه شيئا، كل علاقته بالصحافة أنه بيحرر نشرة إحدى النقابات. تمام. يبقى كمان رئيس لجنة اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية، الفجيعة اللي حصلت السنة اللي فاتت، يعني بالتاكيد انا لما هتكلم عن البعض وليس الكل، لان انا ضد التعميم. يعني رؤساء التحرير اللي جم في عهد الاخوان بالتاكيد مش كلهم سيئين، ممكن يكون فيهم عناصر جيده، وبرضه مش ضد المسابقه لان انا اتقدمت ليها، ولكن انا ضد ان المعايير تخترق. اللي حصل في السنه اللي فاتت في اغسطس 2012 تم إعلان نتائج، الأول قبلها تم الإعلان عن مسابقة لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية، طبعا هي كانت مهزلة إن يتقدم لك رئيس تحرير يقول لك هات لي أرشيفك الصحفي، وهات كأن احنا داخلين وظيفة، يعني المفترض كأنك بتقدم على وظيفة جديدة من الأول. طيب مفهوم. هفترض جدلا إن بعض الصحفيين اللي هم واثقين من نفسهم قدموا ملفات، خلاص إيه اللي حصل يا أستاذ رانيا؟ انا هقول لك واقع حصلت معايا انا شخصيا. انا تقدمت للجنة دي مع زملاء تانيين افاضل، عرفت ان انا جايب 90%، والله العظيم هذا الكلام على الصبح حصل. جميل. بلغت تقريبا يعني ان خلاص الموضوع شبه، انا قاعد مستني بقى التليفون، تعال.
وقلت بقى ده ربنا والاسلام هو الحل والناس دول بتوع ربنا بقى والنتيجه مفيش داعي بقى لا الوساطه ولا تروح فلان ولا تكلم فلان خلاص بقى. والله تخيلت كده او يعني توهمت كده فوجئت اتشال اللي جايب 90 واتحط واحد مش عايز اقول الرقم لان ممكن يبقى في خضه ليكي لكن مثلا لا قول احنا متعودين اقل بكتير جدا من يعني ممكن ما اكونش ناجح بالمره 40% مثلا اقل والله العظيم قال. فرفعت قضيه على مجلس الشورى واتقال لي بقى رئيس اللجنه الاخ فتحي الشهاب ده قال لي احنا عرفنا ان انت اتظلمت وقريب تعرف ولكن كم الفجاجه وكم التمادي في الاخطاء وللاسف الشديد اتقال لي بقى اصل انت ما اتكلمتش يعني انا قدمت ورق ولجنه فيها صلاح منتصر استاذنا الفاضل استاذ صلاح عيسى اللي هو وكيل المجلس على الصحافه حاليا ما تكلمتش زي ما دفعتش عن حقك تقصد لا يا ريت كده انت بتقدم حضرتك لما بتقدمي مثلا لحاجه وبتقدمي ورق الفيصل هو ايه نتيجه هذا الورق طبعا صح مفترض لو احنا ناس حياديين بقى لا ما كانش الورق اتعمل والنتيجه طلعت نمبر 1 فيعني اعلى درجات في الاربعه اتركن تمام لان في حد معين فلان طب زياره تروح المنوفيه لفتح شهاب مثلا وزياره تروح الشرقيه للاخ الصيدلي اللي هو عامل مجلس الشورى على اعتبار انه ادويه جدول تمام وده صديق ده شلاليه ومحسوب الاخ الولي الذي لا يملك كان اسمه شيء كان في فساد جدا كبير فاحنا نتمنى يبقى في يعني يبقى في اصلاح بقى يعني المجلس لا هو فكره اخوانه الدوله اللي كانوا شغالين عليها دي في حد ذاتها كانت كارثه على فكره يعني واختراق المؤسسات وهو ده اللي انا كنت عايزه اكلم حضرتك عنه انه اختراق المؤسسات الصحفيه وتحديدا الصحف القوميه كانت مسار جدل كبير جدا تمام النهارده بعد ما عدينا المرحله دي وخلاص وقدر الشعب ان هو يسقط حكم الجماعه ويسقط حكم الاخوان المسلمين ملفات الفساد الفتره اللي فاتت هل هتفتح انتوا كصحفيين هل ناويين انكم تلقوا الضوء عليها طبعاً. كانت ايه اهم ملفات الفساد ايه هي اهم المؤسسات الصحفيه اللي تم اختراقها عايزه اعرف اكتر معلومات طيب. بدايه برضو عشان نبقى موضوعيين الفساد في الصحف القوميه مش بس في عهد الاخوان هو عهد الاخوان تضاعف عشرات الاضعاف كان موجود قبل كده فساد وكان في خسائر لكن منظومه الاخوانه وتحديدا اخوانه الصف الثاني والثالث وتكوين جيش من المؤلفه قلوبهم والموالاه والموالسين والمطبلين كل الكلام ده زود بقى زود الفساد وزود الفجاجه طيب هل في مستندات تثبت الكلام ده يعني لما يعني تلاقي كل المؤسسات اللي اعلنت عن اختراقها اكدت ان هي عندها مؤسس ان هي عندها اسفه وثائق وعندها دلائل واثباتات على هذا الاختراق تمام هل في الصحافه ده موجود هقول لحضرتك ابسط حاجه مثلا توزيع الصحف القوميه دلوقتي هتلاقي ايه يعني تقريبا محدش بيلتفت للصحف القوميه في اصدارات اسبوعيه موجوده في مصر الاصدار بيبيع 70 نسخه والنسخه بجنيه طيب يعني 70 جنيه مطبعه وكاست حوالي 20 او 25 واحد ده بالقليل المينيمم يعني وطباعه وتوزيع يعني ال 70 جنيه دول ما يجيبوش مثلا اجره عامل طباعه تمام كان في بقى الاساتذه المديرين بتوع التوزيع كان عشان تقول له هات ورقه توزيع كان بيطلع لك ورقه مش حقيقيه يخلي لك ال 70 دول مثلا 7000 او 70000 مفيش الكلام ده خالص لذلك المؤسسات الصحفيه كلها بتستلف من البنوك يعني لما تيجي تعملي المرتبات قبلها بيحصل ان هو مثلا يقترض من البنك عشان يدفع ما كانش ده بيحصل ما فيش حتى الاهرام اللي هي كانت يعني برضو تعتبر ماسكه نفسها خلاص برضو بقى لها كام فتره بتقترض من البنوك عشان تدفع فاحنا عايزين نقوم الصحافه القوميه تاني نقومها على الاقل مش هنقول مره واحده بالتدريج كان في ظروف اقتصاديه وسياسيه واجتماعيه ولكن على المجلس الاعلى للصحافه بقى يعيد قراءه المنظومه من جديد يعيد قراءه رؤساء التحرير الموجودين في رؤساء تحرير موجودين لا يصلح الواحد فيهم يبقى محرر صغير بيغلط في رؤساء تحرير بيغلطوا في الاملاء تمام احنا عايزين نعيد القراءه نشوف نشيل الناس اللي الاخوان قفلوا عليهم تصحيح مسار الصحف القوميه صحيح. مره اخرى وافتكر انه حقيقي احنا محتاجين ده واعاده الثقه مره ثانيه طبعا لانه القارئ او المواطن بشكل عام في صحف معينه بيروح عليها وهو مطمن وفي صحف ثانيه بيبقى دايما عنده حاله شك
في اخبارها او في انتماءاتها او في ارائها. بخصوص المصداقيه دي يا استاذه، انا اقصد ان كمان لازم ندي سلطه الصحافه استقلاليه حتى عن النظام. حقيقي. يعني انا ما ينفعش مثلا احنا يوم 3/7 حصل ثوره اتغير النظام، ما ينفعش يوم 7/28 و29 6 قبل 30 6 أبقى بقول حاجة. يصدر صحيفه قوميه عارفه نفسها ورئيس التحرير عارف نفسه، البونت الكبير فوق قله واحنا ضد الشغب والكلام ده. حقيقي. تمام. يوم 3/7 واسقطنا النظام. في ده حتى انا مش يعني انا اسف انا مش هحترم الجورنال. ايوه بيفقد مصداقيته طبعا. اذا مش عايزين ده بقى، مش محدد وواضح من البدايه. عايزين انت تبقى صحافه الشعب مش صحافه النظام مش صحافه السلطه. طبعا ده لازم، ده لازم اهم حاجه تتعمل. طبعا. طيب خلينا نتكلم عن جزئيه ثانيه، واعتقد انها كمان جزئيه مهمه جدا، وهي جزئيه الصحفيين اللي كانوا بيهاجموا وقت حكم الجماعة الإخوان المسلمين، إنه كان أي صحفي طبعاً كان في حكر كبير جداً بيحصل على الصحافة، وكان صحفيين كتير جداً يمكن اتعرضوا لمشاكل كتيرة جداً، كل الصحفيين اللي كانوا تقريباً بيكتبوا عكس نهج الإخوان المسلمين. الملف ده هتشتغلوا عليه إزاي؟ شايفينه إزاي؟ لو كان في صحفيين مثلاً كان تم القبض عليهم لأي سبب من الأسباب، الصحفيين دول خرجوا ما خرجوش، هيخرجوا؟ يعني هقول لحضرتك، هو بداية الإخوان تعاملت مع الصحافة وتحديدا الصحف القومية على اعتبار ان يعني بمفهوم العزبة. ان دي يعني بلدنا واحنا بنغير ونشيل ونودي ونحط، فكان في برضو قوائم سوداء، في برضو تضييق. يعني لما انا واحد من الناس اتلغالي مثلا 3 مقالات في ظل حكم جمهورية. الإخوان طبعا في مجلة جمهورية. في مجلة حريات. في مجلة حريات. في ظل حكم الإخوان ورئيس التحرير، يعني هعمل ايه؟ طيب مغلوب على امره. تمام. يعني راجل فاضل طبعا، بس خلاص في تعليمات عليا ما ينفعش ده يهاجم الإخوان، ما ينفعش حتى تهاجم التيار الإسلامي او تنتقد. يعني ما حدش بيهاجم الإسلام خالص، احنا كلنا مسلمين وبنعبد ربنا وبنصلي. الإسلام السياسي يعني كان تحويل المعركة، كان تحويل المعركة لإسلام وكفر. فكان في تضييق على صحفيين، كان في صحفيين بتعاقب. فإحنا عايزين بقى الحقيقة نأمل في أساتذتنا في المجلس الأعلى للصحافة بعد ما مسكوا سلطات مجلس الشورى في هذا الخصوص، إن هم يتعاملوا بحيادية. بحيادية، إحنا مش عايزين حد يدي حد زيادة، لا بحيادية. يرفعوا الظلم اللي كان موجود، يحطوا بقى أسس وأطر جديدة للتعامل مع المنظومة الصحفية من أول وجديد خالص، وتطهير المؤسسات. لأن للأسف مش بس الصحافة، والله حتى هذه اللحظة عارفة هم عملوا حركة في منتهى الدهاء. جماعة الإخوان المسلمين عملت إيه؟ بقت تغير لك الصف الثاني والثالث اللي مش ظاهر بس اللي بيتخذ القرار. يعني الرئيس محدش الرئيس ده طيب مش إخواني، ولكن تلاقي الصف الثاني والثالث بيتغير. فهو ده اللي هو ده الفاعل، فتلاقي إيه برضو لسه متسللين. فإحنا عايزين ننقي المؤسسات من العناصر ديت، عايزين يعاد التعامل مع المنظومة الصحفية بمنتهى الحيادية والحرية، وإننا ما نبقاش مع حد ضد حد، بالعكس حتى لو في منطق للتعامل. أنا مش بقول إن إحنا يعني نحارب فصيل، لا خالص، بس يبقى في تعامل بالحق. ما كانش في حق خالص أيام الإخوان. حضرتك شايف إنه في رؤساء تحرير لازم يتغيروا؟ طبعا. يعني بصي، الصحف القومية بس ولا في أنا مش التانية. عايزة أنا ما هو الصحف التانية ديت الصحف الخاصة دي رؤساء مجالس إدارتها بيغيروا براحتهم وكده. خلينا نتكلم عن الصحف القومية. الصحف القومية برضو زي ما أنا قلت في الأول إن أنا ضد التعميم، مفيش مطلق على الإطلاق إلا ربنا عز وجل. طبعا. ففي ناس مثلا اتقدمت في المسابقة الرسمية اللي أعلنوا عليها السنة اللي فاتت وفازت، هم فوجئوا بالناس دي. يعني انا هقول معلش مضطر اقول اسمه، الاستاذ اشرف بدري بتاع الاهرام العربي، فوجئوا بيه في عز جبروت الاخوان، كان بيهاجم، هو اول واحد كشف مشكله الناس اللي اتقتلت، الجنود بتوع رفح واحد، ما عندنا رفح واحد ورفح اتنين. أيوة. رفح واحد وهو اللي سرب الوثائق وتحول للتحقيق وكلام من ده. تمام. ففي ناس محترمه جدا
بس قليل قوي. انا صوابعي دول خمسة ما يكملوش ما يكملوش خمسة ولا حتى نص الخمسة. بنتمنى يا رب ان شاء الله ان المجلس الاعلى للصحافة يكون يعني على قد المسؤولية، وان شاء الله اكيد هو هيكون حريص على مهنته وعلى مجاله، وكلهم اهل ثقة، واكيد اكيد طبعا، وان شاء الله يعني نتفادى كل المشاكل والصعاب اللي عدينا بيها الفترات اللي فاتت. بشكرك الكاتب الصحفي الاستاذ حسام فاروق، الكاتب الصحفي بمؤسسة دار التحرير على وجودك معانا النهارده. نهار حضرتك سعيد. ميرسي جدا، شكرا. خلينا نروح لفاصل ونرجع نستكمل فقراتنا، خليكم معانا.